اسهل طريقه لتحويل الكسور الاعتياديه الى كسور عشريه. دلوقتي هنا 63 على 1000، الثلاثه دي هتنزل على الصفر ده، السته دي هتنزل على الصفر ده، يبقى هنقول 3 وادي 6، والصفر ده ملوش حاجه، هننزله ونحط العلامه العشريه ونحط كمان 0. دلوقتي هنا 78 على 1000، الثمانيه دي هتنزل على الصفر ده، والسبعه دي هتنزل على الصفر ده، يبقى ادي الثمانيه وادي السبعه وادي الصفر ده اللي ملوش اي حاجه، والعلامه العشريه ونحط كمان 0. هنا دلوقتي الثلاثه هتنزل على الصفر ده، 3 على 10، يبقى دي الثلاثة اهي ومفيش أي حاجة، ونحط 0 وادي 0. 65 على 10، دلوقتي هنا مفيش، أدي الخمسة هتنزل على الصفر ده ومفيش حاجة، يبقى احنا هننزل العلامة ونحط الست. هنا 38 على 100، هننزل الثمانية مكان الصفر وننزل الثلاثة مكان الصفر، وخلصنا كده، يبقى نحط العلامة ونزود 0. هنا 82 على 100، هنزود الاثنين على الصفر ده، هننزلها كده، الثمانية تنزل على الصفر ده، يبقى دي الثمانية، ونحط علامتنا وادي الصفر، كده خلصنا.